بس مش هقدر ما اعديش على الحادثة البشعة التفجير اللي تم في مدينة نصر النهاردة. اللي حصل في مدينة نصر النهاردة وحضراتكم تابعته طول اليوم، ده كان الساعة 9 الصبح في الجزيرة الوسطى بتقاطع شارعي يوسف عباس مع مصطفى النحاس دائرة قسم شرطة الثاني مدينة نصر، قريب من ايه؟ المدينة الجامعية الايه؟ لجامعة الازهر. طلبة جامعة الازهر في المنطقة دي. فجأة حصل انفجار، اتوبيس معدي اصابوا الانفجار طبعا قنبلة يدوية الصنع. انصار بيت المقدس نفوا علاقتهم، لان طبعا انصار بيت المقدس ما بيلعبوش اللعب الصغير ده، ده لعب عيال اخوانجية. اللعب الكبير بتاع انصار بيت المقدس بيبقى مدمر وبيستهدف ارواح مباشرة، دول عايزين ارواح برضو، بس ايه، هم اللي عاملين قنبلة يدوية والتقوا قنبلة تانية لما جت الكلاب اللي بتشم وتعرف تجيب المجرمين وبتكتشف المفرقعات، اكتشفت قنبلة تانية تم السيطرة عليها، اصيب 5 واتنقلوا المستشفى احدهم في حالة سيئة.